أصدقائنا الرائعين في صفحة مبدعي ودبلاء سوريا وفي الوطن العربي محبين الزهرة فينوس سبيس تون، مثل ما لكم شايفين عم نحاول دائما نلبي طلباتكم تلتقوا بالناس اللي بتحبون. فمعنا الفنانة العظيمة الكبيرة، فنانة الزمن الجميل، الفنانة بوسينة شيا. مرحبا. أهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا أنا ما حطول عليك كتير بالمقابلة مشان ما تكون تقليدية، حاب بدي هيك بس تقولي لهم شي للناس اللي بتحبك بكل الوطن العربي وتحكي لهم عنك شوي، آخر أعمالك. هيك مو كتير، لا مو كتير يعني شوي. لا هيك اليوم رح سلم عليهم. أوكي. أهلاً مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا دائماً بخير، وإن شاء الله المرة القادمة نلتقي بلقاء يكون طويل. يعني هلأ هن بيعرفوا إنه أنت بالشام. أي طبعاً. بالشام ونحن بسبيستو. بيعرفونا. هلأ القصة هي لليافعين والأطفال. بس حابين يعرفوا منك إنه في شيء لقدام جديد إن شاء الله، أعمال إن شاء الله. طيب شكرا كثير لك فنانتنا بوسينة. شكرا.